صوت العرب من القاهرة يقدم الرسالة اليومية لمهرجان المسرح العربي في دورته 12. الإعداد والتقديم غادة كمال. معالي الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الأستاذ إسماعيل عبد الله، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا، أهلا بيكم. أولا بنهني حضرتك بالافتتاح المشرف اليوم للمهرجان. تسلمي، شكرا جزيلا. أنا الحقيقة أود أن أقدم لكم جزيل الشكر على متابعتكم الدائمة لكل فعالياتنا المرتبطة بالهيئة العربية للمسرح. يعني هذا الافتتاح يليق بمسرحيين العرب وبالمسرحيين الأردنيين الذين حاولوا أن يرحبوا بإخوانهم المسرحيين العرب الذين جاءوا لإطلاق دورتهم الجديدة لمهرجان المسرح العربي في الأردن. هذا تعبير جميل وأسعدنا كثيرا، ونحن دائما نراهن على الأردن وعلى الفنان الأردني بأن يكون دائما عند الموعد وقادر على أن يقدم كل ما هو جديد ويسعد. معالي الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، هذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها مهرجان المسرح العربي في الأردن. المرة الأولى كانت عام 2012 وهذه هي المرة الثانية. تم تكريم مجموعة كبيرة جدا من الفنانين الأردنيين، مما سبب حالة من السعادة في الوسط المسرحي. يعني الأردن بتاريخه المسرحي العريق والممتد إلى ما يقارب 100 عام اليوم، يعني بالتأكيد مرت على هذه المسيرة قامات مسرحية مهمة جدا تستحق هذه الوقفة وتستحق هذا التكريم. اليوم نحن نكرم 10 فنانين أردنيين، وأنا أعتقد هناك أكثر من هذا العدد بكثير، لكن يبقى هذا التكريم هو يعني أقل ما يمكن أن نقدمه لمن ظل قابضا على الجمر حتى يبقى هذا المسرح قادرا على أن يتنفس ويواصل تأدية رسالته. معالي الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، مجموعة من المسرحيات تتنافس داخل المسابقة الرسمية، ولكن أيضا خارج المسابقة الرسمية مجموعة أيضا متميزة من المسرحيات. اختيار هذه الأعمال للمشاركة داخل هذه الدورة؟ يعني أنت تعلمين أن هناك نظام لاختيار العروض في للمشاركة في المهرجان المسرح العربي. لدينا مسارين للعروض المسرحية، مسار لعروض المسابقة ومسار لعروض المهرجان. عروض المهرجان أيضا عروض عربية متميزة، ولكن لا ينطبق عليها شرط النص، لأنه في المسابقة نشترط أن يكون النص عربيا، ولكن هناك أعمال عربية مهمة جدا تتكئ على نصوص أجنبية، ولذلك هي لها مسارها الخاص في المشاركة. في هذا المهرجان 15 عملا مسرحيا عربيا متميزا الحقيقة تم اختياره من أجود ما تم إنتاجه هذا العام 2019. نأمل أن يعني نقدم للجمهور الأردني وأيضا المسرحيين العرب يتابعوا كل هذا الإنتاج الجديد. هذه فرصة سانحة من خلال هذا المهرجان أن نجمع كل هذه العروض في موعد واحد. يحضر المهرجان أكثر من 400 مسرحي عربي، فرصة لهم لمتابعة نتاج المسرح العربي. نجاحات جديدة تتحقق لمهرجان المسرح العربي من خلال مجموعة متميزة جدا من الندوات تدار على مدار أيام المهرجان. تم اختيار مجموعة هامة من العناوين الرئيسية لهذه الندوات. يعني المؤتمر الفكري نحن نعتبره أيضا ركيزة أساسية من ركائز المهرجان، ونحن بحاجة ماسة جدا للبحث يعني العمل على تقديم هذا الخط الموازي الذي يدعم تجربتنا الإبداعية. لذلك فندواتنا حاضرة دائما على هامش هذا المهرجان. هذا العام حاولنا في المؤتمر الفكري أن نقفز على السائد وعلى التقليدي، أن نذهب بعيدا في هذا المؤتمر، أن يتحول هذا المؤتمر إلى أيضا ورشة دائما خلال ستة أيام المهرجان، من خلال التعرف أكثر على تجارب الفرق المسرحية في الأردن. هناك فرق مسرحية شكلت حالات خاصة ومهمة في مسيرة المسرح العربي، وبالتالي وجدنا من المناسب أن نتوقف عند هذه التجارب. أيضا نحاكم هذه التجارب
علميا وعمليا حتى نصل إلى خلاصات يستفيد منها بالتأكيد الجيل القادم، يطلع على هذه المسيرة لهذه الفرق لهذه المدارس المسرحية ويبني عليها لمسرح المستقبل. لجنة التحكيم مكونة من عدة دول عربية، لبنان ومصر والسودان، مجموعة متميزة جدا. كيف تم اختيار أعضاء لجنة التحكيم؟ يعني بعير واضح، يعني نحن نختار من يعني نتوسم فيه هذه الشفافية وهذه الموضوعية، وأيضا أن يكون صاحب تجربة مهمة في العمل المسرحي مواكب للحراك المسرحي الوطني في بلده والحراك المسرحي العربي حتى يكون قادرا على التحكيم في مثل هذا المهرجان. كل عام يعني نختار كوكبة من أعضاء لجنة التحكيم قادرة كما نرى للتحكيم في مثل هذا المهرجان. هذا العام كما ذكرتي هناك تنوع من عدة دول عربية، ويشرفنا أيضا أن يكون رئيس لجنة التحكيم هذا الفنان المسرحي العربي الغير عادي الحقيقة نحن نقول عنه أستاذ خالد جلال، ويعني معه أيضا سيدات وسادة المسرح العربي. الفنان البحريني خليفة العريفي قدم اليوم كلمة اليوم العربي للمسرح. هذا الفنان البحريني بكل ما يحمل، يعني هو جمع ما بين الإخراج والتمثيل وأيضا الكتابة، يعني هو فنان شامل حقيقة يعني، ويستحق أن يكتب ويلقي كلمة اليوم العربي للمسرح. أستاذ خليفة العريفي له تجربة كبيرة جدا في المسرح البحريني وفي المسرح الإماراتي أيضا، ولديه تجارب أيضا مختلفة في المسرح الخليجي. هو عرفناه مخرجا مهما وممثلا مهما وأيضا كاتبا مهما. اليوم أيضا تعرفنا أكثر على رؤيته كيف ينظر إلى المستقبل، كيف يحفز هذه الأجيال إلى الذهاب إلى المسرح إلى أبعد مما هو عليه الآن. يصر على أن نذهب إلى مسرح الصورة، مسرح الدهشة، وعندما يأتي هذا الكلام من أحد رواد مسرح العربي نشعر أننا نحن بخير. يعني هذا الرجل رغم عمره وتجربته الغزيرة لأنه مواكب كل ما هو جديد في المسرح العربي ويحفز الأجيال القادمة إلى الذهاب بعيدا بالمسرح. عندما دعاهم أن لا نتوقف عند الأمس ولا اليوم ولم يقل غدا، بل يجب أن ننظر إلى ما بعد الغد. هذه نظرة استشرافية كبيرة جدا تحفز هذه الأجيال على البحث من أجل أن نخلق مسرحا عربيا مغايرا جديدا ومتجددا. سعداء بالنجاح الذي حققه مهرجان المسرح العربي، وسعداء بنجاح الهيئة العربية للمسرح في ما شاهدناه اليوم على خشبة المسرح في حفل الافتتاح من نجاح وتميز. بشكر حضرتك جدا على هذا الوقت، وبتمنى لكم كل الأمنيات بالتوفيق في هذا المهرجان الهام. شكرا، شكرا جزيلا لكم، وتمنياتنا لهذه الإذاعة العريقة أيضا أن تمدنا بهذه الطاقة الإيجابية بحضورها المتواصل في فعالياتنا المسرحية العربية. غدا رسالة جديدة من مهرجان المسرح العربي في دورته 12. الإعداد والتقديم غادة كمال.